ليش؟ احنا للحين ما خلصنا؟ أنا بنت عمتك جميلة الله يرحمها، عادي تنصدم، أقبلها منك. بنت عمتك حرامية. تخيل إني راح أخلي أحد يلمس شعرة منها أو يزعجها؟ كنت عايشة حياة مثالية، وفجأة اكتشفت إنه يخونني. والمفروض ما تتهميني حتى بينك وبين نفسك. أنا جاية أسمع وش تبين. الخوف هو اللي خلاك تروح لزيد. إذا تبوني أسكت، خلوني في حالي. الحب وش يا يوسف؟ أول شيء الدورة في الإنسان اللي نحبه هو الأمان. الميراث على NBC1. رمضان يجمعنا.